اخرجش عن الكلام اللي احنا متوقعينه، تعظيم في شأن الاهلي واحساسه بقيمة الاهلي، وهو يعني ممكن يبقى صادق ولكنه بيقولها بطريقة تنويم المغناطيس. لكن طبعا هو قال الكلام الاحترافي بقى، احنا جايين عارفين بنلعب فرقة كبيرة على ملعبها وبنتابع نتائجها وعارفين الماتش مش سهل وبنحترم الاحترام الذي يستحقه. وايضا فايلر بيقول نفس الكلام، نحترم المنافس. الاثنين عارفين ان المباراه دي ربما تكون هي النهائي المبكر للبطوله، فربنا يوفق الاهلي باذن الله، هذا ما نتمناه.